السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم طلبة وطالبات ولا أمور الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله مكملين مع بعضنا منهج اللغة العربية للترم الثاني 2022. يا ريت لو أول مرة تشوف قناتنا تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعملوا لايك للفيديو. يلا بينا يا سنة رابعة نشوف الفيديو بتاعنا. إن شاء الله هنحل مع بعضنا النهاردة اختبار الأضواء على النص الشعري إلى أبناء المدارس صفحة 189. بيقول نشاط واحد: اقرأ ثم أجب. كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فخار. واعمل بما علمت فالعلماء إن لم يعملوا شجر بلا إثمار. هل يستوي العلماء والجهال في فضل أو الظلماء كالأنوار؟ هات من الأبيات رقم أ، بيقول هات من الأبيات رقم واحد مرادف ملبس. مرادف ملبس هنا إيه؟ ثوب. مرادف ملبس ثوب. هنقرأ الأبيات كويس عشان نعرف نحل إيه الأسئلة. رقم اتنين كلمة ومضاد، عايز كلمة والمضاد بتاعتها. طبعا عندي كلمة الظلماء وعندي الأنوار، بنكتب هنا الأنوار وإيه والظلماء. رقم تلاتة بيقول مفرد علماء. مفرد علماء إيه؟ طبعا عالم. مفرد علماء عالم. إيه معانا في القطعة؟ كون إيه عالما. وعندنا كمان في كلمات تانية ومضاد ليها زي برضو ده إيه؟ العلماء والجهال. نكتبها كمان هنا، نكتب هنا العلماء، دي كلمة ايه ومضادها العلماء والجهال. ينفع دي وينفع دي. نشوف السؤال رقم باب، يقول لي اكمل ما يأتي. رقم واحد من يرتدي ثوب العلم يشعر بايه؟ طبعا بيشعر بالفخر. ايه ثوب فخار، بهنا بيشعر بايه؟ بالفخر. رقم اتنين العلماء إن لم يعملوا بعلمهم فهم مثل الشجر بلا إثمار. بلا إيه؟ إثمار. رقم جيم اختر قول للشاعر العلم ثوب فخار. تعبير هنا حقيقي ولا مجازي؟ طبعا التعبير على طول هنا إيه؟ مجازي. تعبير مجازي. رقم د بيقول هات من الأبيات كلمتين لهما نفس القافية. عندي كلمة إيه؟ فخار وإثمار. كلمة فخار وإثمار، أي كلمة فخار وكلمة إثمار. أهي فخار وكلمة إثمار، وقلنا القافية اللي هو إيه؟ توافق أواخر الأبيات. توافق أواخر إيه؟ الأبيات. رقم اتنين بيقول لي عايز إيه؟ كلمة على وزن كلمة متقدما متعلما. كلمة إيه؟ متعلما. متقدما متعلما. نشوف نشاط رقم اتنين بيقول لي أجب عما يأتي. رقم ألف اختر ظرف الزمان المناسب مما بين القوسين. رقم واحد بيقول لي تكون الشمس عموديا صباحا ولا مساء ولا ظهرا ولا عصرا. طبعا الشمس بتكون عمودية امتى؟ ظهرا. رقم اتنين يذهب الناس إلى الإسكندرية شتاء ولا صيفا ولا ربيعا ولا خريفا. طبعا بيذهبوا إلى الإسكندرية صيفا. رقم تلاتة يسعد الناس بالجو الرائع شتاء ولا صيفا ولا ربيعا ولا خريفا. طبعا ربيعا. رقم أربعة يتناول أحمد العشاء صباحا ظهرا عصرا ليلا.
طبعا بيتناول العشاء ليلا. رقم ب بيقول لي اكتب فقرة من 3 جمل تعبر فيها عن الصورة مستخدما ظرف الزمان. عنده صورة اهي، عايز مني 3 جمل اعبر فيها عن ايه، عن الصورة ديت مستخدما ايه، ظرف الزمان. ممكن اقول ايه، يسقط الامطار او تسقط الامطار، تسقط الامطار ايه شتاء. ايه كمان، يلبس، يلبس الولد الجاكيت ليلا. مثلا نقول ايه، نلبس او نرتدي، ممكن نقول ايه، نرتدي، نرتدي الملابس الثقيلة شتاء. وبكده يا سنة رابعة وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ياريت ما تنسناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو. وأي حد عنده أي استفسار يكتب لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.